אנחנו ממשיכים עד הסוף. لم نقتلهم كما تفعلون. تمكن مجاهدون عن دينوتشي وطرت في الذكرى الأولى للعدوان على غزة، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية برية جديدة شمالي قطاع غزة، وأشار إلى أن تلك العملية جاءت على خلفية معلومات تزعم أن حركة حماس تحاول ترميم بنيتها العسكرية. وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه أصاب أكثر من 40,000 هدف في القطاع خلال العام المنصرم، فيما اعترف بمقتل 726 جنديا منذ 7 أكتوبر عام 2023. أصدرت حركة حماس بياناً في ذكرى مرور عام على 7 أكتوبر، حملت فيه الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة، داعية إياها بالكف عن سياسة الانحياز للمحتل. وقالت حركة حماس إن صمود الشعب الفلسطيني العظيم في قطاع غزة على مدار عام كامل هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل مخططات الاحتلال في التهجير وتصفية القضية. وجددت الحركة دعوتها للدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. أفاد مراسلنا باستشهاد 3 شهداء وإصابة آخرين بقصف الاحتلال عدة منازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وكان الاحتلال استهدف بطائرة مسيرة خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، كما أصيب فلسطينيون في قصف على منزل في شارع الشعف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استهدف الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة. دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى مساندة إسرائيل، ودعا هرتزوغ أن مساندة إسرائيل تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة، وقال إنه على العالم أن يدرك ويفهم أن هذا الدعم من أجل تغيير مجرى التاريخ وإحلال السلام حسب تعبيره.
استهداف المستشفيات، قتل الأطفال، انتهاك حقوق الأسرى وغيرها من البنود الواردة في القانون الدولي باعتبارها جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية لم تلقي لها إسرائيل بالاً. أمعنت إسرائيل في ضرب عرض الحائط بكل القوانين. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي مع الزميلة دامة الكردي. جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ثلاثة قوانين دولية عكفت الأمم المتحدة على سن تشريعات لهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أملاً في عدم تكرار مآسي ويلاتها التي طالت العالم شرقاً وغرباً، إلا أنه لم يأتي يوم في مخيلة المشرعين الدوليين أن ينتهك الاحتلال الإسرائيلي القوانين الثلاثة دفعة واحدة خلال عدوانه على قطاع غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023. ولأن مفهوم قانون جرائم الحرب أوسع وأشمل من القانونين الآخرين، نجد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك بندا من بنوده إلا وارتكبها بدم بارد، بداية من خرق القانون بالقتل في الأراضي المحتلة، وهو ما ارتكبه الاحتلال بضراوة بعشرات الآلاف من الشهداء وآلاف المفقودين. القتل العمد هو أحد البنود التي دفعت لإقرار قانون جرائم الحرب، وطبقه الاحتلال خلال عدوانه على القطاع بقصفه للمناطق المدنية المكتظة بالسكان، حتى وصلت نسب استشهاد الأطفال والنساء إلى 70% من حالات الاستشهاد خلال عملياته العسكرية دون ذنب لهم سوى تواجدهم في منازلهم التي قصفها طيران ومدفعية الاحتلال. تعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى بالجسد بند آخر يقع تحت طائلة العقاب بقانون جرائم الحرب، نفذه الاحتلال بطرق شتى، منها تدمير المستشفيات التي من الممكن أن تداوي المصابين أو إخلاء المصابين من المستشفيات بطريقة تعسفية، وبالتوازي مع ذلك منع حصول المصابين على الدواء والمستلزمات الطبية الأساسية بغلق المعابر ليتسبب في آلاف حالات بتر الأطراف أو إصابات مستدامة كالحروق والتشوهات وغير ذلك الكثير والكثير. إجراء تجارب بيولوجية جريمة أخرى قام بها الاحتلال أثناء العمليات العسكرية، مع إعادة عشرات الأجساد إلى قطاع غزة بعد سرقة أعضائهم البشرية، وهو ما دلل عليه الطب الشرعي في قطاع غزة من خلال الخياطات الجراحية التي تمت بطريقة عشوائية في أجسادهم، ناهيك عن الجثث التي تم استخراجها من مقابر جماعية وقد تحللت بشكل يدل على استخدام أسلحة محرمة. يدخل بند الإبعاد والنقل غير المشروعين للأهالي ضمن انتهاكات قانون جرائم الحرب، وعليه فقد تعمد الاحتلال توجيه طلبات لأهالي القطاع لا سيما المناطق الشمالية منه بمغادرة منازلهم أو مراكز النزوح لعشرات المرات خلال عدوانه بدعوى شن عمليات عسكرية لا نهاية لها. ومع قيام الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة بتدمير أكثر من 70% من المنازل والبنية التحتية، فقد نص قانون جرائم الحرب على أن تدمير المدن والقرى هو ركن أصيل من أركان القانون والتي يستوجب بانتهاكه محاكمة الفاعل كمجرم حرب. التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية بند آخر يقتص لأجله العقاب من مرتكبيه في قانون جرائم الحرب، وهو ما ظهر جليا في تدمير الاحتلال لمئات المباني الخدمية في قطاع غزة كالمستشفيات والجامعات والمساجد والكنائس ومحطات المياه والصرف ومواقع الدفاع المدني ومعداته ومعدات النظافة والسيارات الخاصة بها. المعاملة غير اللائقة بأسرى الحرب نص أصيل داخل قانون جرائم الحرب انتهكه الاحتلال مع معتقلي قطاع غزة، ما ترتب عليه استشهاد الكثير منهم داخل سجون الاحتلال دون الوصول إلى أعدادهم الحقيقية، فضلا عن اعتقال أكثر من 10,000 أسير فلسطيني من الضفة الغربية مع بداية عدوان غزة استشهد العشرات منهم نتيجة التعذيب. ومن يفعل
كل هذه الجرائم بطبيعة الحال لا يتردد في ارتكاب أعمال سلب للممتلكات العامة والخاصة. لذلك نص قانون جرائم الحرب على وقوع مرتكبي السلب تحت طائلة العقاب، وهو ما تعمد فعله أفراد جيش الاحتلال في منازل الفلسطينيين داخل القطاع من سرقة محتوياته أو سرقة ممتلكاتهم أثناء توقيفهم خلال رحلات النزوح. وقد خصص جيش الاحتلال بداخله وحدة عسكرية تدعى وحدة الغنائم، قامت بسرقة ملايين الشيكل في بداية العدوان من المصارف والبنوك في غزة. وقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر المروعة منذ بداية عدوانها على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل يومي ومستمر، مستهدفا آلاف المنازل والشقق السكنية ومئات المواقع الحيوية. الضفة الغربية اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في طول كرم، جاء ذلك إثر اقتحام عناصر الاحتلال مخيم نور شمس، وانتشرت قوات الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية في بعض من مناطق المخيم. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وشنت عناصر الاحتلال خلال الاقتحام حملة اعتقالات، وشملت حملة الاعتقالات عددا من الشبان الفلسطينيين. وكانت قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل في المخيم الواقع شمالي القدس المحتلة. كشف جيش الاحتلال عن اعتزامه تنفيذ عمل
عملية برية مركزة في الجنوب اللبناني وبث مشاهد الاستعدادات لعملياته البرية. كما أعلن جيش الاحتلال مناطق عسكرية مغلقة قرب الحدود مع لبنان تزامنا مع محاولات لاقتحام بري وقصف جوي ومدفعي لجنوب لبنان. أكد المتحدث بأن جيش الاحتلال وفقا لتقييم الوضع تقرر إقامة المنطقة عسكرية مغلقة في مناطق المنارة والمالكية، مشددا على منع الوصول لهذه المناطق من قبل المواطنين. في الأثناء قتل جندي من جيش الاحتلال في معركة على الحدود اللبنانية، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة في تلك المعركة دون تحديد الموقع بدقة على الحدود. وأعلن جيش الاحتلال إجلاء الجنديين المصابين لتلقي العلاج في المستشفى. أفاد مراسلنا بشن جيش الاحتلال 9 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وقد شوهدت الانفجارات وألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بعد أن شن جيش الاحتلال غارات جوية على عدة مناطق بالضاحية الجنوبية. يأتي هذا بعد أن أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان مبان في برج البراغنة والحدث جنوبي العاصمة. أعلن حزب الله إطلاق رشقة صواريخ من طراز فادي واحد على قاعدة الكرم الجنوبي حيفا بالأراضي المحتلة. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 15 صاروخا على حيفا قادمة من جنوبي لبنان. هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بأن صاروخا سقط في حيفا، بينما أفادت مراسلتنا بأن الإسعاف الإسرائيلي أعلن وقوع 11 إصابة جراء الهجوم الصاروخي. أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق. يأتي هذا بينما أعلن حزب الله اللبناني قصف قاعدة نمرة غرب الطبرية برشقة صاروخية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الإصابات جراء انفجار عدد من الصواريخ، بينهم حالة خطيرة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت. وأضاف البنتاغون أن الاتصال تناول الهجمات الإيرانية والوضع الحالي في لبنان وغزة، وشدد الجانبان على التزامهما بردع إيران وشركائها. كذلك أكد أوستن دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على مدار الساعة.